الاسم عالي، اسم شخصي عالي، اسم عائلي مزيوق. انا من صغري كان عاني على هذا الرجل، على الاعاقه وتسبب لي فيها ميكروب. دابا 8 شهور هادي باش قطعتها، دابا بغيت ندير شي لاباره يطلبوا لي 3 مليون. السكن كاريان، زنقة النفضة، حي جنان أسافي. ونطلب من الله جلالة الملك والناس المسؤولين والمحسنين يتعاونوا معايا في هذا، نطلب من الناس يتعاونوا معايا تيطلبوا لي 3 مليون في هذا الباري. وفي القطيع واحد الراجل مسكين هو اللي تحمل لي باش قطع لي باش داني الكنينيك. ايوا قطعوا لي هادر. وملي مشينا للاطباء قال لي هادي ما عندها دواش خاصها تقطع. يعني اضطروا انهم يقطعوا لي رجلي. اضطروا انهم يقطعوا لي رجلي. ضريت انا، ضريت. ضريت ما عندي لين. ضريت. ايوا ضريت باش نحيي باش نقطعها. كتعطيني الصداع وكت تدوز بالدم وبالماء وأثرت عليا بزاف. هاد البنت وثلاثة البنات أخرين مجوجين، وهاد الولد هنايا تاي مريضة معاقة، تاي مزيودة خلوق هكا، وأمها تاني تشلت من يديها ومن رجلها، هاي دايرها كروسة تاي. رسالتي الأخيرة كنطلب من الله جلالة الملك والناس المسؤولين والناس المحسنين يشوفوا لنا بعين الاعتبار يتعاونوا معنا. أنا ما في حالي دابا. أنت خدام؟ لا لا ما كنتش كنخدم. من صغري كان زير، كانت في واحد العسة كنعس بهاد النوبات نعس، ما عندي لا لانتريت لا والو. منين كتجيب القوت اليومي ديالك؟ وقتها كان تلاوح نوبة نبيع شي وشات نوبة. وهذا هو كان نوبة نبيع خضيران، وتضريت ما بقيتش قديت ندير شي حاجة. فاش قطعت هاد الرجل دابا صافي ما قلتليش قديت على شي حاجة. دابا طالبين ليا هاديك لاباري كما قلنا 3 مليون. انا الشلال من يدي ورجلي، هادي ما كان قد ندير بها حتى حاجه، قد نشقى بها ما نقد ندير والو. حطها حدايا بنيتي اللي نافعاني كتشقى ليا، ما كنقدرش انا نشقى، ضراني رجلي حتى هي مشله منها. ايوا خصني انا باش نشري الدواء، ما عنديش، حاله ضعيفه، والراجل هو كتشوف فيه ولدي مريض ما كاين عندوش. ايوا هادشي اللي عطى الله وليدي هو هذا. شلا شحال من عام هادي انا دابا ما كنقدش نمشي، ما كندير حتى مع الكروسه بحال هادي. لقيت شويه تاني درت هاد الكريريسه هادي كنمشي بيها شويه، هي اللي قدرني هاد اليد بزاف، ما كنقدش نهزها من كتفي، يدي كامله قدرني. الله وليدي الله اللي عالم. هادشي اللي عطى الله هو هذا يصفي، ما كنجيش نمشي، دير هاد الكريريسه هي اللي كنركز عليها. وكنطلبوا الله من الناس المحسنين يعاونونا، وجلالة الملك، طلبوا الله من الناس المحسنين يعاونونا وجلالة الملك. ما عندناش، اللي عطى الله وليدي هو هذا صافي. خمس سنين دابا باش انا كنعاني من هاد المشكل. دابا الليل ما كنقدش نهزها، ما كنقد نشقى بها، ما كنقد ندير والو. رجل مشيت للاطباء والو ما داروا لي والو، والو ما كاين حتى حاجه، الدواء ما دار لي حتى حاجه.
إذا كان طلبوا الله من الناس المسؤولين وجلالة الملك يعاونونا على الناس المحسنين. مريضة معاقة ما كتهدرش، إذا كان طلبوا الله من الناس المحسنين وجلالة الملك الله ينصروا يعاونونا. هاد الشيء ولدي اللي عطى الله هو هذا صافي، وهاد الشيء اللي عطى الله ولدي هو هذا، هذه الكلمة الأخيرة. الناس محسنين يعاونونا وجلالة الملك الله ينصروا يعاوننا حتى هويا، وصافي ولدي هاد الشيء اللي عطى الله هو هذا. باش يوصلكم جديد ديال آسفي الآن، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.